السلام عليكم. مرحبا يا شباب. طبعا شاحن دراجة كهربائية هاي الشكل من الخارج، تمام. طبعا هون عم يشتغل، وقت عم نحط على الشحن المروحة مثل ما لكم شايفين، طبعا المروحة متكسرة الشفرات، وهون الضوء الأحمر عم يرجف رجف، تمام أصدقائي. طبعا هاي السنة فيشة الكهرباء، وهي راح نفرغ المكسر. طبعا هون ضوء الأخضر يعني تم شغال لأنه موصول على الشحن، تمام. هلا هيك شلنا الفيشة من الشحن، وبدنا نطلع على الترانس. طبعا الترانس مثل ما لكم شايفين هذا العطل أكثرية الأحيان، زي مثل ما لكم شايفين عندكم هون التيل النحاسي مقطوع، تمام. تفرج وقت اللي بياكل صدمات بياكل طبة، طبعا مثل ما انتم شايفين هون مقطوع هذا الكابل، وقت اللي بنقطع كابله لترانس بصير ضوء الأحمر يغمز ويعطي أصوات. طبعا هاي صورة المقاومات الطبع، إذا حدا من الشباب إجا نفس الشاحن طبعا راح نفك الترانس ونطلع عليه نظريا. مثل ما شفتوا يعني في بعض الأسلاك متقطعة، طبعا السلك المقطوع مثل ما لكم شايفين. احيانا واحدنا بفك الاي سي، ببدل الاي سي، ببدل يمكن القطع كلها يتقلب الشاحن وبتم هالعطل. طبعا يعني ما حدا بيخطر على باله انه الترانس هيك بيسوي، ما حدا بيتوقع يكونوا الاجرين مقطعات.
طبعا راح نقوم في التركيب، بس بدنا نلزق بنحط هيك عن طريق الطوال او الشرشطان. بنلف دور دورين معلي مشان ما يتم فضاهم. تمام شباب، طبعا صوت تكتكي ماتم أصدقائي. هلا هيك الشاحن جاهز. وأخوكم أبو منير، ومنتمنى من الجميع الاشتراك في القناة والاعجاب في الفيديوهات. تمام شباب، واي حدا بلزمه اي شيء يكتب لي في التعليق وان شاء الله بنساعده. والسلام عليكم.